النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. وقت الصحة يختلف عن وقت المرض، ولذا يعود المريض إلى ربه عز وجل ما لم يكن في وقت الصحة، يبرئ ذمته عند المرض ما لا يحصل في حال صحته. إذن في حال مرضه يقبل قوله بشرط أن لا يعاين الموت. قال: أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني تقول: هذا المال لن أتصدق به. لما شححت به؟ لأنك تخشى أن يأتيك الفقر وأن يهجم عليك، وتأمل الغنى يعني أنك تزيده. قال: ولا تمهل، يعني انتبه، أبرئ ذمتك، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، هو الآن عين الموت، قلت لفلان كذا وكذا، وقد كان لفلان. لما يعاين الموت المال ليس مالك، انتهى. وقد كان لفلان، الآن للورثة ما هو لك. لك متى؟ في حال صحتك وأنت صحيح شحيح، هذا أفضل وقت للصدقة. ولك الحق في مرضك أن توصي إذا كان عقلك معك، لكن إذا عاينت الموت هنا، إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا وكذا، ما عاد ينفع. وقد كان لفلان، يعني ليس المال مالك، انتقل إلى الورثة. ولذلك العاقل هو الذي يقدم لنفسه بعد موته، ولا ينتظر الورثة أن يقدم له شيئا. ولذا بعض الناس عنده من الخير من المال الكثير، لكنه يحرم نفسه أن يقدم شيئا، ولو أنفق هذا الشيء ما أثر على ماله، لكن الشح حال الصحة مركوز في نفسه، فلما لا يقدم بعض الشيء لنفسه فلا ينتظر الورثة. الورثة ولو أحبوك في حياتك من أبناء وغيرهم وأكرموك وقدروك، سيبكون عليك أياما أو أسابيع، ثم إذا بك تكون نسيا منسيا. لكن قدم نفسك. بعض الناس سبحان الله يعني ينتظر أن يقدم الورثة له من بعد موته عملا صالحا، وعنده الخير،